بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ومن خلال قنواتنا الفضائية الناقلة لهذا العرس المسائي الكبير، لهذا المهرجان التراثي الأصيل، مهرجان سيدي ولي العهد، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب الترحيب في هذا المهرجان الكبير الذي يعتبر تشريفا لجميع ملاك وعشاق هذا الإرث العريق. تحديات الأصالة وعراك الأصائل هي العنوان الأول لهذا المهرجان الكبير، شوطنا الخامس للإبكار الحقائق، أعلنت انطلاقته قبل لحظات، والثلاثة كيلومترات هي المسافة المقررة لهذه الأشواط، هي المسافة المقررة من اللجان المنظمة لهذه الأشواط. لهم منا جزيل الشكر والعرفان مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط لأجد اللي على الصدارة ومن تحتل المقدمة. وصلت هنا خود وعاطف بن عطية بن حسن القرشي، من يقدم لنا خود راشد بن سعيد بن علي بن حلفان المري في عملية التضمير. النقلة والدور إلى ثاني المراكز وإلى ثاني التحديات. وصلت هنا متابعين الأعزاء، وصلت الجزيرة بشعار بن شويل، من يقدم لنا الجزيرة بنيان بن عبد الله بن عايض بن شويل آل عامر اليامي، من يقدم لنا الجزيرة على ثاني المراكز وعلى ثاني التحديات. بينما الوصول هنا على ثالث المراكز، وصلت هنا منوة وحسين بن مبارك بن حمد الجربوعي المري، من يقدم لنا منوة أيضا القادمة والواصلة على رابع المراكز وعلى رابع التحديات. وصلت هنا متابعين الأعزاء، وصلت هنا سيوف بشعار فالح بن باني بن مسفر الدوسري، من يقدم لنا سيوف على رابع المراكز وعلى رابع التحديات. المركز الخامس، أرى الوصول والقدوم هنا على خامس المراكز. وصلت هنا الناوية بشعار بن ثلاب ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري، من يقدم لنا الناوية. إذن متابعين الأعزاء، مشاهدين الأفاضل، الخمس المراكز الأولى أتممنا إذاعتها على مسامعكم، عودة إلى المقدمة، عودة إلى عشاق المقدمة، عودة إلى عشاق الصدارة لأرى التغيير الذي جرى وطرى هنا على مقدمة هذا الشوط. غيرت هنا الجزيرة بشعار بن أيان بن عبد الله بن عايض بن شويل آل عامر الآتية والقادمة من هناك من ميدان نجران لتمثل أبناء ميدان نجران خير تمثيل، ولكن التسلل من الجانب الآخر غير المقارح. محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح، من يقدم لنا بيان لينتقل بدوره إلى الصدارة إلى المقدمة. المركز الثالث، وصلت هنا متابعين الأعزاء سيوف بشعارك يا أبو باني فالح بن باني بن مسفر آل بن حسن الدوسري، والأسماء واصلة والشعارات قادمة. وصلت هنا متابعين الأعزاء، وصلت هنا جرعة عبد العزيز بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن عودة إلى بن برقان، عودة إلى بن برقان. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه العروض، على هذه النوعية، على هذه النوعية يا بن برقان. بيان بيان بشعار محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح، مهديا هذا النوماس الغالي إلى أبناء المملكة العربية السعودية، وبالتحديد إلى ميدان التحدي، إلى أبناء ميدان الشحانية، إلى دولة قطر الشقيقة. سلام يا بن برقان، سلام. محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح، من قدم لنا بيان مهديا أبناء دولة قطر هذا النواس الغالي. المركز الثاني، وصلت هنا فرحة بشعار عقاب بن محمد بن سليم الدهاسي. المركز الثالث، وصل شعار عاطف بن عطية أو حسين بن علي القرشي من أدان على ثالث المراكز. المركز الرابع، وصلتنا احتلال بشعار محمد بن صالح بن سالم الكربي، من قدم لنا احتلال. المركز الخامس، وصل شعار حمد بن علي بن سلامة الهاجي من أدان على خامس المراكز وعلى خامس التحديات. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء،
نزف التهاني والتبريكات من هنا من بوابة هذا الميدان إلى أبناء ميدان الشحانية، إلى أبناء ميدان التحدي. والتوقيت الزمني، التوقيت يتحطم، احفروا له واقبروه تحت أقدام بيان. 4:22. إذن التوقيت الأفضل في هذا المساء متابعينا مشاهدينا الأعزاء 4:22. 55 جزءا من الثانية كان هذا هو توقيت بيان. سلام يا بن برقان، سلام على هذا التوقيت وعلى هذا الحضور وعلى هذه النوعيات الكبيرة. المركز الثاني وصلت هنا متابعينا الأعزاء. المركز الثاني أرى الوصول والقدوم هنا على هذه المراكز. وصلت هنا فرحة بشعار عقاب بن محمد بن سليم الدهاتي من قدم لنا فرحة. 4:27:31 جزءا من الثانية. المركز الثالث كانت هنا الشاهينية بشعار حسين بن علي بن محمد بن مهيدي القرشي. 4:27:31 جزءا من الثانية. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء نعود بالتهاني والتبريكات إلى مالك بيان محمد بن بخيت بن برقان المري من قدم لنا بيان وصاحبة التوقيت الأفضل في هذا المساء. تهانينا لك يا بن برقان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.